أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر. النهاردة هنتكلم عن من أهم أجهزة القوات المسلحة ألا وهو جهاز الخدمة الوطنية. إن شاء الله يكون معانا سيادة اللواء أحمد ونيس مدير مؤسسة الحربية. هنتكلم إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم. إن شاء الله هيكون معانا فقرة تانية إن شاء الله بعنوان مشواري. هيستضيف معانا الدكتور مصطفى الرياني وهيكلمنا ان شاء الله عن بدايه مشواره في الخدمه وفي الحياه المدنيه. ان شاء الله نرحب السيد اللواء. اهلا بيك واستاذ الدكتور محمد ناجي في برنامجك الجميل النهارده، ان احنا نكون نقدر نقدم للساده المشاهدينك فكره عن جهاد الخدمه الوطنيه ودور القوات المسلحه في عملية التنمية المستدامة 2030. في البداية فندم عايزين نعرف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عايزين نتعرف. هو الحقيقة جهاز الخدمة الوطنية ليس وليدة الأمس، بل هو منذ فترة طويلة أنشئ سنة 1979 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، وكان السيد الوزير القائد العام مرحوم أبو غزالة. الهدف هناك بعض، يعني هو مش وليد 2014، لا ده هو موجود من زمان، موجود من 79 طبقا لقانون صدر بمرسوم رئاسي، وهدفه ليه هدف كبير في بدايته. أي شيء بيبدأ يعني ببداية النواة دي بدأت تتوسع، فلنتخيل من سنة 79 لغاية سنة 2020 مرت حوالي 41 سنة على إنشاء هذا الجهاز. الإنشاء في بدايته بيبقى صعب، ولكن الفكرة كانت موجودة. وأنا أفتكر كان في حاجة اسمها أو لسه لازالت موجودة على طريق مصر اسكندرية، المزرعة النموذجية اللي هي في النوبارية. طريق مصر اسكندرية لو احنا شفنا المزرعة دي كانت فكرتها ايه في بداية عمل هذا الجهاز. مزرعة متكاملة فيها مصنع الألبان، فيها تربية مواشي، فيها نوع من أنواع الزراعات اللي هي بتقوم لإعادة تعبئتها مرة أخرى والمساهمة في عملية الارتقاء بالناحية الزراعية والأمن الغذائي. وبدأ يطلع حاجة اسمها الجهاز الأمن الغذائي أو إدارة الأمن الغذائي. انتقلنا بعد كده تطور الموضوع للتوسع في المشروعات. قوات مسلحة بتهدف إلى حاجة مهمة جدا، وهي تأمين الدولة بالنواحي التي قد يكون هناك في بعض الأوقات عندنا دروب عليها، بمعنى أن أنا أكون أخفف العبء على القطاع المدني في سرعة، في إنجاز، في سيطرة، في نوع من أنواع إن أنا ممكن الفائض زي مصنع الأغذية اللي كان في البساتين، إن أنا بطلع المنتج اللي عندي بطلعه للفائض على القوات المسلحة بعد سد احتياجات القوات المسلحة للمواطنين، بغلفه وببيعه بسعر معقول. تنمية المشروعات يعني ليس الهدف منه القوات المسلحة بس، لا والفائض طبعا. الفائض عن المنتج هوديه فين؟ بوديه للقطاع اللي هو المدني اللي للتسويق وبيعه وكلام من ده، وفي بعض التجار كان بيجي ياخده ويشتري المنتج ويبداوا هم يسوقوه ويبداوا هم اللي يوزعوه، لان مش هبيع فراده في البدايه. ده كان الهدف الاساسي. ثلاث حاجات: الحاجه الاولانيه ان انا اسد احتياجات القوات المسلحه، يبقى انا ما زحمتش القطاع المدني. نمره 2، ما هو فائض عندي ابدا اوجهه للقطاع المدني. تمام. نمره 3، المشاركه في التنميه، لان احنا ولاد الشعب. القوات المسلحه يعني هم منين؟ من الشعب. من الشعب. من الشعب، فبتساهم نتيجه السرعه، نتيجه الدقه، نتيجه الالتزام بالتوقيتات، نتيجه الحرفيه الرهيبه. احنا عندنا قطاعات مليانه مهندسين وخبراء وعلماء في داخل القوات المسلحه، طب ما نستفيد في ده في اوقات بعيده عن الحرب. ولكن هل هؤلاء القوات
ده هو جهاز الخدمه الوطنيه. سعادتك هل مشاركه الجهاز بتاع الخدمه الوطنيه في الشؤون في القطاع المدني هل بيؤثر عليه في حاله الحرب، في حاله الدفاع عن البلد؟ بل بالعكس، الناس فاكره العكس، او كان في اشاعات طالعه، ما احنا بدانا نعمل انتاج وزراعه وتربيه وبناء مساكن وفتح طرق وكوين سيرفيس اللي هي الشركات التابعه للخدمه الوطنيه. حوالي كم شركه؟ 36 شركه. 36 شركه خاضعين لتبعيه جهاد الخدمه الوطنيه، الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحه. 36 شركه دول كلهم في قطاع الزراعه ولا؟ لا، ده 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 في قطاعات كتير جدا تخدم مناحي الدوله وتخدم كافه توجهات الدوله، منها نصر الكميات الوسيطه الاولانيه بيرسول. كلنا كنا بنحلم بالبيرسول ده ومدى كفاءته وفاعليته. شركه الاسمنت، اسمنت سينا دي موجوده في قلب سينا، شركه اسمنت، شركه اللي هي كان كوين سيرفيس اللي هي تقديم الخدمات، مجمع البيض اتعمل في الثمانينات، مجمع البيض المتكامل من اول تربيه الكتكوت حتى خروج البيضه للمستهلك، وده كان في ازمات في اثناء سواء للمنتج اللي هو الفراخ الفرخه نفسها او البيض. وفي طبعا التعدين، قطاع التعدين والمواد البتروليه. وموضوع المواد البتروليه ده لو تلاحظ حضرتك، اولا رقم واحد بيساعد على اعاده الملء لبعض الوحدات او الى اخره. نمره اتنين نلاقي دلوقتي وطنيه اللي هي كلمه محطات بنزين وطنيه، يعني اللي بتساعد على الاماكن الصعبه ان انا اكون فيها محطه بنزين او الى اخره، بدات وببيع فيها المنتجات البتروليه بالاسعار المتوازيه مع السوق، من لا بزود ولا بنقص بس هي موجوده. طب احنا نفتكر في فتره من الفترات كان هناك توقف للحياه في مصر. مين اللي شغل مصر؟ مين اللي مد بعض الـ 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 الشركات الوطنيه زي بتاعه الثروه السمكيه اللي فتحت في 2019 2015 ومصانع الرخام، وقبليها طبعا في حاجات من سنه 79 لغايه قبل الثوره وبعد الثوره، اللي في وقت الازمات اللي كان بيسد النقص على الاقل بحيث ما يبقاش فيه عجز؟ القوات المسلحه بشركات الخدمه الوطنيه التابعه للقوات المسلحه. فوقت الازمات نحن مع الشعب، وقت الازمات نحن نمد الشعب والدوله بنوع من انواع الامن في كافه المناحي اللي هي الحياتيه، مش ودول ليهم قوات لوحدهم، يعني بعيد تماما لا يؤثر على الكفاءه القتاليه، لان الكفاءه القتاليه ليها معايير معينه. انا فصلت الناحيه التنمويه في مجال خدمة البلد عن الناحية القتالية، دي عناصر بتتدرب بأسلوب، يعني ما فيش تأثير خالص خالص، لا مطلقا ما فيش أي نوع من أنواع التأثير. وده بيبقى تخصص، في أوقات بختار ضباط معينة، إنما ما باجي أجند باخد الناس دي أجنبها وأدخلها على. هل في مجال الخدمة الوطنية يعني في الجهاز لما باجي أشتغل في الزراعة هل بجيب مهندسين؟ باجي أشتغل في الرخام بجيب ناس مختصين بالرخام لما اجي، ولا كله بستعين بظباط الجيش الصف الظباط؟ القيادات قوات مسلحه، انما قيادات صف ظابط، لا قيادات اللي هو الظابط والصف ظابط واللي موجود اللي هو المرؤوسين الجنود. اللي دول ابناء القوات المسلحه ليه؟ عشان وقت المواقف الطارئه في انتماء للقوات المسلحه، لا مش انتماء، بيبقى فيه الزام وفي تضحيه فداء مجد. مظبوط. في وقت العثره انا بكون موجود اول واحد في قلب الميدان. طب انا بكمل بقى اعمالي ازاي في كافه الشركات دي؟ هل يعلم الجميع ان احنا بنطرح ممارسات؟ هل يعلم الجميع ان احنا بنطرح مناقصات للمجتمع المدني؟ يعني حضرتك نقدر نقول ان دور القوات المسلحه هو دور اشرافي وقيادي بالنسبه لمشروعاتها. بالنسبه للمشروع هي اللي بتحط الفكره، هي اللي بتخطط ليها. تمام. وبعد كده بتستعين بالقطاع الخاص او القطاع المدني. تمام. سواء وزارات او قطاع خاص، يعني انا برضه لما يكون في عندي مشروع انا بجيب القطاع الخاص بيشتغل.
اكيد القطاع المدني بيشتغل، القطاع انا دوري بيبقى تنظيم واداره واشراف. طيب عدا مثلا اقول لسيادتك موقف من المواقف، لو قلنا مشروع الجلاله، مشروع جلاله كان هناك فاصل ما بين تبتين او جبلين بعمق حوالي 750، بطول 750 متر، والعمق يصل الى مثلا 30 40 متر. هل القطاع الرواد اللي موجوده في الجلاله دي، في الجلاله رواد، عشان اعمل الهضبه تلحم مع بعضها واكمل واذيل بعض المعوقات عشان اشوف الرؤيه للبحر، ايه اللي حصل؟ الحته دي بقى شغل قوات مسلحه 100% بمعدات قوات مسلحه، لان عندها عايزه معدات وامكانيات عاليه جدا. حصل ردم ووصل ما بين التبتين اللي موجودين علشان يبقى فيه زي هضبه بعمق 30 متر، بعمق 30 متر، واتردمت وبقت كلها مسطحه بطول 750، ده بطول 750 متر. مين يقدر من المدنيين يعملها؟ لا طبعا، القوات المسلحه معداتها قويه ومعداتها كذا. بس هل دي من المعدات القتاليه؟ لا، دي معدات انا بجيبها عشان في مشروع تاني هيبقى مماثل، مشروع تاني هستخدمها في مكان تاني، او لو القطاع المدني والمؤسسات والوزارات محتاجاها بديها له بعد كده في وقت من الاوقات. يعني ممكن اطلع معدات القوات المسلحه للقطاع المدني ده، لو انا لو طلبوا معاونتي من الخدمه الوطنيه بنظام اسمه نظام الخدمه الوطنيه، تاجير معدات بنظام الخدمه الوطنيه، يعني بتحاسب عليهم مش بسيبها كده جدعانه، لان ليها مده استهلاك ومده استخدام طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات. كل الشركات دي بتراجع من الجهاز المركزي للمحاسبات. طب بتطلع حضرتك في هيئه ايجار ولا في هيئه معاونه باستخدام معداتي تحت اشرافي؟ انا معداتي الناس بتوعي واروح اعمل اللي هم مش قادرين يعملوه بمعداتي انا، انما بعد ما ينتهي العمر الافتراضي بتاعتها بعمل لها مزاد. طيب حضرتك بالنسبه للقطاع الزراعي، قوات المسلحه او جهاز الخدمه الوطنيه قدر يساهم بايه في القطاع الزراعي؟ طب انا اقول لسيادتك في حاجات معينه، مثلا مشروع شرق العوينات كل الناس تعرفه، تمام، حوالي 100,000 فدان، ده من زمان، ده حاجه من بدايه من زمان، ولكن بنتوسع فيه، كان بادئ بحوالي 40 ثم 60 ثم وسعناه ل 100,000 دلوقتي او 110,000. تمام، هل ده اختراق يقين المواطن او المستثمر اللي هو المدني كان ممكن يخش في شرق العوينات كده، ولا لازم امهد له؟ لازم امهد له طبعا. لما مهدت له وبدات انا انتج ده واعتمادا على الابار الجوفيه اللي موجوده، بدات القطاع الخاص يخش جنبي جنب ال 100,000 فدان، يبقى انا مهدت له الطريق، قلت له في يعني انتاج هنا. يعني انا كخدمه انا عملت ال 100,000 فدان. ال 100,000 فدان انا بادرهم. تمام. زي المزرعه النموذجيه بتاع النبريه. تمام. ولكن في بعض الاوقات بستخدم بعض المدنيين القطاع الخاص لاستكمال الحاجات اللي هي ما انا في هيئه شركات ولا افراد؟ شركات، لا ما بتعاملش مع افراد. في هيئه شركات. اي مؤسسه سواء القوات المسلحه او وزاره او بتتعامل الاول مع كيانات عشان اقدر احاسبها. عشان اقدر احاسب. لان احنا مش بنهزر يعني، مش هنهدر المال العام. فبالتالي يعني انا كده برضه بتعامل مع شركات مدنيه. اكيد. حتى في قطاع الزراعه بتعامل مع شركات مدنيه. طب الافضل الاجمل كمان في الطرق. الطرق انشاء الطرق انا بشرف عليها، وبعد ما طبقا للتخطيط العام اللي انا محتاج طريق هنا بشرف عليه، بس بطرح المناقصه بتاعته، بيخش فيه علام، بيخش فيه الشركات اللي هي المتخصصه في رصف الطرق، في الطرق ايا كان بقى مسمياتها، اللي هي الشركات واي شركه اخرى انا محتاج لها، يعني دي قطاع عام، انما قطاع خاص بستحمله، قصدي بستخدمه من خلال مرة. هو الميزه هنا ايه؟ خطه التنميه المستدامه 2030 هي سباق مع الزمن، سباق مع اكون او لا اكون، لاني انا مش هاجي في سنه 2014 كنا 90 مليون، في سنه 2020 بقينا 110 مليون، يعني شوف الزمن والكثافه السكانيه. يعني كل اللي انا بعمله، كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الف مره من المرات عشان الناس كانت مستعجله، فبتقول ايه؟ بيقول يا ساده انتوا عندكم اليوم يوم تاخيره يوم، يعني سنه 365 يوم، تخيلوا لو الدوله تعطلت سنه يعني 365 سنه، لان اليوم في الدوله يوازي سنه في الحياه العامه لوطن عايز يبني نفسه وعايز يخرج من عنق الثجاجة. في تحدي. طب التحدي ده اعمله بايه؟ بان انا بقى اهزر؟ بان انا اقول لا بكره؟
لا ده انا افتكر مشروع قناة السويس لما سيادته كان قاعد واثناء الافتتاح البدايه التدشين او البدايه الاولى كانوا بيكلموا على ان مشروع قناة السويس هي ان شاء الله يخلص امتى؟ 3 سنين. قال لهم سنه واحده وانتهى في سنه واحده. وكان ما لا يقل عن 100 150 شركه مدنيه شغاله في هذا المشروع العظيم لتوسيع قناه السويس. 150 شركه مدنيه من المدنيين. ليه؟ لان انا زي ما قلت لسيادتك الحاجات الصعبه القوات المسلحه بتقوم بيها. تمام. بمعداتها بناسها بامكانياتها بمهندسين العسكريين بكافه بس حضرتك مشروع قناه السويس مشروع عملاق. طبعا. فانا ومعظم المشروعات العملاقه رقم واحد يعني. انا هقول لسيادتك حاجه، كان زمان نقول ايه الراجل ده مليونير، شركه عندها 100 مليون عندها 200 مليون. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها انا استخدم شركه فيها 100 مليون. لا طبعا. لا يعملوا تحالف مع بعض. انا عايز الشركات العملاقه علشان نلحق نخلص المشروع ابو 2 3 4 مليار او 20 مليار مش هيقدر يقوم بيه اللي هو ابو 100 مليون و2 مليون. لا طبعا. راجل عظيم وكل حاجه، بس بيعملوا دلوقتي تحالفات مع بعض. يعني محور تنميه قناه السويس ايه اللي حصل فيه؟ مشروع ضخم جدا مئات المليارات. طب انا لوحدي كمستثمر واحد هقدر اقوم بده؟ لا استحاله. فيه تحالف، والتحالف ده كان عمل له دراسات وطرح واديني اسعارك ومناقشات، وكان مشروع كبير ضخم من ضمن المشروعات التنمويه اللي انا بضرب بيها مثل لان هو ده مشروع المستقبل. حصل تحالف ما بين بعض الشركات اجنبيه والشركات المصريه قطاع خاص. انا عايز اقول ان المشروعات التنمويه اللي تمت في جمهوريه مصر العربيه كتير جدا، مش اقل، لا مش اقل من 5 مليون عامل تحت التشغيل في هذا الموقع كل يوم مستمرين مش بنتوقف. تخيل البطاله كانت في 2013 و2012 وصلنا ل 14.5 او 18.5% بطاله في الفتره دي. انا اتخيل هي كانت من حوالي سنه 7.5% ممكن تكون دلوقتي وصلت ل 6.5%. يعني 6.5% البطاله هي 7.5% بس ممكن السنه دي ان شاء الله. حضرتك يعني انت كده بتقول ان احنا في 50% احنا قدرنا نحطم 50% من البطاله. 50% اما 14.5% اما نوصل ل 7.5% يعني احنا شلنا نص البطاله شلناها. اكيد دي حاجه عظيمه وتحسب للسيد رئيس الجمهوريه. طبعا جدا المعاونه اللي معاه طبعاً. ودي زي ما احنا بنقول، هو انا عايز اوضح حته قوي دايما برضه سياده الرئيس بيقولها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول ايه؟ مصر قد الدنيا. مصر هتبقى مصر الجديده. مصر الجديده. انت شفت مصر الجديده؟ طبعا شفتها اليوم شرق شرق مدينه نصر حاجه رهيبه حقيقي بقت مصر وفي ثواني في ثواني يعني. وبعدين ما فيش اعلام بقى، اصل بكره هنعمل ونحط حجر اساس فجاه. لا احنا فعلا بنتفاجئ بالمشروعات بعد ما بتخلص. طيب انا عايز اقول ايه؟ مصر الجديده يا الساده المشاهدين، ومصر هتبقى قد الدنيا. رقم واحد في استراتيجيه، الاستراتيجيه دي اللي هنحاسب عليها في 2030 اللي هي خطه التنميه المستدامه لمصر 2030. طب هتحقق ايه؟ في كل ما هو جديد سيكون موازي لاحدث النظم العالميه. وبالفعل اللي بيروح العالمين يبهر، اللي بيروح العاصمه الاداريه يبهر طبعا، اللي بيروح ويفاجئ في التجمع في بدايه خط انشاء القطار السريع المونوريل الطاير اللي هو بدا الناس كانت بتستغرب ليه عمالين نكنز، ليه شلنا مقبره، ليه شلنا، علشان الخط ده هيمشي فيه المعلق بقطر فوق كده بعيد عن الزحمه وبعيد عن الكلام ده. هل ده يتم في ليله لا طبعا لا طبعا، لا ده احنا بنسابق الزمن. احنا السنه بتاعتنا بس بخمس سنين، الوقت يعتبر برضه قياسي. طبعا زمن قياسي. ما انا بقول لسيادتك السنه بتاعتنا بنقضيها شغل ال 24 ساعه بيساوي 5 سنين. الانجاز اللي بيتم اكنه المفروض يتم خمس. الانفاق اللي تمت 4 انفاق حاجه رهيبه جدا تمت في زمن قياسي. 4 انفاق بتوع قناه السويس. بتوع قناه السويس. لا طب حضرتك بقى، طب تعالى خش البلد بقى شوف كم الكباري وكم غير. وبعدين دايما كنا بنقول الزمان قبل 2010 وما بعد 2010 او 11 كان من ضمن الادعاءات، اصل هنمشي ازاي والطرق فين ونوصل فين؟ طب احنا بنحل المشكله.
وبعدين حل المشكلة مع الزيادة العددية للسكان بيبقي من وجهة نظر الناس ان هي زي ما هي. طب لو انا ما عملتش المشروعات دي، الناس يقول لك اكلني شربني قبضني. طب لو ما عملناش المشروع ابنك هيسكن فين؟ مش كل وقت وله وضربته. بمعنى ان الجيل الحالي من جيل 30 يونيو لابد ان يتحمل دوره، على الرغم ان هو لا يتحمل اي نفقات ولا يتحمل اي نوع من انواع الارهاق لزيادة الحمد لله زيادة المرتبات إلى حد ما، زيادة توسع في الطرق، توسع في الإنشاءات، في المساكن، داخلين على 1,000,000 شقة دلوقتي. طب ضربتك إيه؟ إنك تستحمل، إنك تصبر، وتصد عن قيادتك ما اللي أنت شفته بقى. صمود بالظبط. اللي أنت شو، أنا عايز أقول حاجة. اتفضل. الرئيس المستشارة الألمانية ميركل لما جت مصر هنا في أول حوار صحفي مع سيادة الرئيس والناس اللي كانت موجودة بتقول له أنا عايز أشوف خيام اللاجئين. الخيام ما عندناش. فقال لها طب ما تيجي ندور. لا ده رده جميل جدا. طب ما تيجي نشوف كده، ندور يا حضرتك شوفي. ما عندناش. عندهم معسكرات، عندهم ده في أوروبا نفسها، في أوروبا عشان حاصرينهم بالظبط. أولادنا إخواتنا العرب، الوطن العربي، جامعة الدول العربية، ذابوا معنا 5,000,000 لاجئ. ما تتفرق هم فين، قاعدين فين، تجمعاتهم جم وشلناهم فوق دماغنا لحين اعاده. عايشين وسطينا معانا 5,000,000 لاجئ. بالظبط. لم نشتكي، لم نشعر بغربتهم، لم يشعروا بغربتهم، ولكن طبعا ربنا معاهم طبعا. ان هم هم ربنا معاهم. ان نسيب بلدي دي حاجه صعبه، انما تعايشوا. وعلى فكره يا شعب مصر، عشان ما نقولش في فرص عمل ضايعه مننا، الحق، لان جم واشتغلوا، جم وفتحوا وكذا. فاحنا عندنا شبابنا الجميل الواعي ما يستقلش من عمل معين هيربحه، ما يستقلش من القيمه ويتعب شويه زي ما كلنا تعبنا ايا كان. بالظبط. كان العمل، انما ما تقوليش ما فيش عمل. لا فيه. ابدا. طب هيعرفك ازاي؟ زي بعض الناس مثلا في الانتخابات اللي فاتت دي، هعرفه ازاي؟ ايه مقاومات، ايه مقاومات النجاح بتاعت الناس اللي هم جم غرب وشغالين؟ ما يشوف، شوف بص كده، هو عنده العزيمه بالظبط، وعنده النشاط والحيويه، واحنا عندنا كده برضه. بس عايز الاسره، الاب والام، يدفع مش يدفع فلوس، يدفع بولاده، يدفع ببنته. بالظبط. يعني احنا عندنا في الانتخابات اللي فاتت دي السيدات، احنا مساواه ما بين الرجل والمراه في الحقوق السياسيه. بالزبط. 25% بلس. بالزبط. الفردي ممكن يوصلوا ل 35% بالزبط من اجمالي مجلس النواب. بالزبط. فدي تدينا دفعه قويه ان ما بقاش في فرق، بقى في ديمقراطيه حقيقيه موجوده، عشان ندفع. لنا لا يمكن هقفل دور المراه في 2011، لا يمكن هقفل دور المراه في الثوره العظيمه، ثوره الشعب اللي سندها الجيش في 2013. فيبقى بالتالي لازم تعطى حقوقها، وده دي من ضمن المقومات اللي بتساعد ان انا بدل ما افقد الطاقه من جانب المراه، لا ده انا موجوده عندنا 8 وزيره، وايه اللي جاي بعد كده الله اعلم. احمد بيه، خطه التنميه المستدامه 2030 المفروض ان احنا في 2030 هنكون وصلنا لنهايه الخطه. ايه المستهدف من الخطه؟ احنا عايزين نروح فين؟ عايزين نوصل لغايه فين بالظبط؟ طيب انا هقول حاجه، الخطه دي ما جاتش من فراغ. الخطه دي كان بيعدلها منذ 30/6 حتى 30/6/2013 حتى 2016 كشكل نهائي. ظهر التنمية المستدامة على السطح من 2013 لغاية 2016. هي المدة الانتقالية كانت سنتين. مظبوط. سنة مع السيد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد. تمام. الرجل الذي أدار البلاد في أصعب أوقاتها وبنجاح يعني نقدر نقول إن جهاز الخدمة الوطنية، لا مش جهاز الخدمة الوطنية، من حكم. أيوة. التنمية المستدامة، جهاز الخدمة الوطنية كان جزءا من القوات المسلحة. القوات المسلحة شاركت في وضع التصور للتنمية المستدامة فيما يهمها. يعني الخطة التنمية المستدامة أصلا نبع من القوات المسلحة، نبع من
وزارات وهيئات الدولة اللي كان بيقودها السيد رئيس الوزراء في وقتها، وحطوا شكل من كل أنا عايز أعمل إيه، صناعة، زراعة، ال 25 وزارة مثلا اللي موجودين عندي، أو اللي الهيئات المتخصصة اللي هي بتهتم بالشأن الاجتماعي والبنية التحتية والمؤسسات الموجودة، كل واحد حط أفكاره عشان نجمع ده. ده احنا شكل خبرة معانا. هو انا لما اجي اقول تم افتتاح ده مش عامل حساب ميزانيته؟ طب لما اجي اقول هبني حاجه معينه مش عامل حساب الشركات اللي هتنفذه؟ مش مختار حته الارض؟ مترو الانفاق زي ما بدا في الثمانينات بنى ازاي او اتخطط ازاي؟ اتخطط من خلال مراحل هتتم فيها. بقى هنا ده احنا بنخطط لمترو انفاق عشان نعمل الخط الرابع، بنخطط للقطار السريع، بنخطط لنوع من انواع الطرق ما لا يقل عن 7000 كيلو متر جداد، وما لا يقل عن 40000 كيلو متر صيانه وتطوير وكلام من كل ده. هيجي كده بالمشاوره ولا بالتخطيط؟ فكان كل شركه، انا الحقيقه المره الجايه باذن الله لو في لقاء ثاني يبقى نجيب اجيب من سيادتك الخطه وشكلها عامله ازاي، ماسكه كل مناحي الدوله. معروف النهارده المفروض زي ما حصل في 2019 والسيد رئيس الوزراء قال عام 2019 عامل حصاد وعامل حصاد وثمار وجني الثمار. جني الثمار لما تم مش لما هيتم. احنا عملنا لغايه دلوقتي مشروعات قاربت ال 4 مليار ال 4 تريليون و3 من 10 او ونص تريليون جنيه مصري تم انشائها في 6 سنين، تم تنفيذها في 6 سنين، مشروعات بالالافات. انا مش قاعد في كل المجالات، صناعه، زراعه، تجاره، مش عارف، شغالين. طب بكره في ايه؟ انت بتفاجئ ان هو الصوامع اللي اتعملت في المحافظات، الطاقه اللي اتحلت فيها مشكلتها في خلال مؤقتا من الحاجات العاجله اللي تمت، ثم المشروعات الكبيره اللي احنا اشتركنا فيها مع المانيا، والمفاعل النووي اللي هيتم، كل ده مخطط ميزانيته مخطط. وبعدين بقى نفسي بقى نبطل سؤال، هم بنجيب الفلوس منين؟ انت مالك؟ انا بسمعها من ناس كتير. طيب انا عايز اقول حاجه، هل تتخيل ان مثلا امريكا بجريت ادراع عليها مديونيات تعدد تريليونات من الدولارات؟ يعني احنا كنا دايما ايه؟ دايما بنقول كنا بنسمع الكلمه دي على طول، الحكومه ده، الوزير ده حرامي، ده النهارده بنسمع كلمه واحده، الفلوس دي بتيجي منين؟ انت مالك؟ يعني هو بالظبط. يعني مش انت اولا الحمد لله رب العالمين، كون ان هناك عندنا قياده سياسيه حكيمه راشده وامانه ودائبه في العمل. يعني اول امبارح او كان هناك مرور على المشروعات القائمه من شخصيا من السيد رئيس الجمهوريه قبليها، لما عشان الناس بس تشوف، لما سيادته راح العاصمة الإدارية في الموقع اللي هيقام عليه الأسمرات، راح الأسمرات كل لفة والطرق والكباري وهنا وهنا، ومتعايش مع الشعب. الرئيس كان يقول إيه بقى؟ السادة القيادات، أنتم تعملون وبتخافوا قوي على المرؤوسين، طبعا ده شغلتنا ولازم ندعمهم، بس هم بياخدوا حقهم يبقى لازم يشتغلوا. بالظبط. خلي بالك لو انت تعطلت انا هحاسبك انت، وده بيبان في بعض المواقف، حتى لو في مخالفه ما فيش اصلا معينه، ما فيش اصلا كذا، مخالفه ليها حساب، ليها حساب. بالظبط. وبتاخده بالطريق بس ليه؟ ما هو علشان يعني نوع من انواع ان انا ما فيش وقت الا اللي قادر لا يبحث عن مبرر يقول ان انا مش قادر اعمل عشان كذا، انما من يجهل او من ينحي جانب المبررات مش عايزين جماعات، يبقى هينجح ويشتغل تمام زي الفل. وانا حاجه عظيمه جدا، وده اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. حتى الروح اما بتيجي، كان في بعض الاوقات كده مع المهندسين الصغننين، وبعد ما تفهموا الموقف وتفهموا طبيعه العمل سواء مهندس او مسؤول في اي قطاع من القطاعات، بدا يتكلم، يا جماعه احنا بنشتغل ليل ونهار، احنا بنسابق مع الزمن، احنا المشروعات دي تم فيها 1 2، حافظ وفاهم ان هو بيعمل ايه، بيعمل مستقبل ولاده، عشان كده هو ده اللي محفزه. احمد بيه، في البعض يشكك في دور القوات المسلحه ان هي بتحاول تسيطر
سيطرة وهيمنة على قطاع الاقتصاد؟ سؤال فعلا في محله، لأن محور الشر بيستفيد ببعض التثاؤلات يقلبها إلى شائعات، والشائعات ده نوع من أنواع هدم البلد وتدمير وإحباط معنوي والتقليل من الإنجازات وكلام من. طب نيجي نسأل نفسينا دور القوات المسلحة إيه؟ زي ما حوالي 36 شركة أو تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى هناك العلماء والمفكرين في هيئة التسليح والهيئة الهندسية وإدارتها التابعة، هي الموضوع مش مقتصر، احنا قلنا ده جزء، يعني احنا نقدر نقول ان احنا جايبين برضو علماء، جايبين اقتصاديين، جايبين ده مش شغالين بعسكريين وبس، زائد شركات اجنبية وبيوت خبرة بتشارك في هذا العمل، لان من داخل الخدمة الوطنية، من العالم، المكاتب ذات خبرة عالية، اللي هي عشان في بعض الموضوعات بتحتاج شركات خبرة عالمية تيجي تقول رأيها وبتدرس، عشان كده بيطول الموضوع شوية، لان الموضوع مش بيجي على الخريطه ويعلم، لا ده بيدرس طبيعه ارضه ومدى نجاح المشروع في الحته دي، زي اسمها دراسه الجدوى من بيوت الخبره العالميه، واحنا بنكون مشاركين فيها، ويمكن ساعات العلماء بتوعنا والمهندسين والساده المشرفين او القاده بيعدل لهم بعض النقاط، لا احنا عايزين بالمنظر الفلاني، بالنسبه لنا اسرع، بالنسبه لنا اوقع، بالنسبه لنا كذا، هو ليه عليه هو ينفذ اللي هو الشكل اللي انا عايزه، بس بخبرته هو عشان يسهل لي الشكل العام. انا هرجع تاني، القوات المسلحه ده ولاد الشعب، من الشعب، من تحمي الشعب وتبني، هم اولادي. وبعدين في حاجه اسمها ولادك واخويا، في حاجه مهمه قوي، انا القوات المسلحه تضحيه وفداء مجد، القوات المسلحه تضحيه وفداء مجد، الشعار ده بيخليني ارجع تاني واقول ان هل انا هطمع في قرش او هطمع في ربح من ولاد بلدي، اللي انا اساسا بخش الحرب واقول ايه، يا النصر يا شهاده، بالظبط، يبقى هطمع فيكم؟ مش ممكن، او هفكر في حاجه زي كده؟ ابدا، لان انا في الاول وفي الاخر فتره بقضيها في هذه المؤسسه، بخرج ببقى فرحان ان احنا عملنا وعاوننا بلدنا وبنيناها، وآمن على مستقبل ولادي وأحفادي. إذن مفيش هيمنة أو فكرة السيطرة على القطاع الخاص. هل تتخيل حضرتك لما أجي أنا أنظم العملية وأجي أحدد مثلا، هنقول قطاع الزراعة أو قطاع الإسكان والتعمير والمنتجعات اللي هي بتتم، وأعمل لك ثلاث حاجات أو حاجتين رئيسيتين، وهي التقسيم ثم المرافق، والمرافق دي اخطر حاجه، اللي هي الطرق والمجاري والصرف الصحي والكلام الجميل ده، وتيجي حضرتك تشتغل، ده فيها عيب؟ لا. طب انا هقول مثال بسيط قوي، كلنا رحنا صقر قريش، تمام، كلنا رحنا مدينه بدر، تمام، انا بقول بقى واحده في اتجاه الجنوب وواحده في اتجاه الشرق، بالظبط، عمارات مبنيه جميله وحاجه عظيمه جدا، ولكن ما فيهاش الاسفلت. ليه؟ ليه؟ لان الراجل المقاول يقول لك انا اصل ما خدتش، وهي اخر حاجه في الاسفلت اللي تقتم وسط الشركه او الناس اللي الاسفلت، فيقول لك انا ما خدتش بقيت حقاتي، فانا ما عملتش الاسفلت. طب وبقيه الشركات اللي انا اساسا قسمت الارض دي وخدتها بمبالغ زهيده، طب ليه ما بتحطش حسابها في الاول؟ اعمل المرافق ثم الاسفلت، ثم الاسفلت، لا الاسفلت، اسفلت مرافق ووصلتها لغايه المداخل اللي هي القطع دي، ابني بقى زي ما انت عايز، تمام، يبقى في نظافه، يبقى في حاجه جميله. انما اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه في كل المدن اللي اتبنت من القطاع الخاص، ما فيش اسفلت. ليه؟ مش عارف. يعني طبعا عشان غاليه، طبعا عشان بيخلص حقهم. انما احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنأسس كدوله بالظبط المكان، الطرق، المرافق، خش يبقى اكيد الأساسيات. لما تيجي انت بقى كمطور عقاري اكيد هتشتري، مش الارض صحراء جرداء، انت واخدها عمود نور موجود، مجاري موجود، صرف صحي موجود، اسفلت موجود، عليك تبني. يبقى السعر لازم يختلف، ولازم من خلال ايه كمان، على فكره
بنعمل ممارسات ومناقصات طبقا للقانون، مش بنبعدها كده. طب بالنسبة لموضوع القانون، لو في شركة قصرت أو لا قدر الله قامت مشكلة ما بينها وما بين المؤسسة العسكرية، هل المشكلة دي تحل بالقضاء المدني ولا بالقضاء العسكري؟ طيب دي فيها فرعين. الفرع الأولاني إن هناك بعض العمالة اللي موجودة أو بعض الشركات اللي بتبقى داخلة في تحالف حصل بينهم بعد خلاف قضاء مدني. إنما لو حصل مخالفة للعقد اللي أنت وقعته مع الهيئة الهندسية أو مع خدمة وطنية بشركتها أو الأشياء العسكرية أو ما الـ 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 الهيئة الهندسية تبعها إدارة الأشغال العسكرية وأشغال ومهندسين، وفي شركات كتير قصدي إدارات كتير تابعة للهيئة الهندسية، بس أنا بقول اللي هي طبعا والمشهور بسيادة الوزير كامل الوزيري. كامل الوزيري الهيئة الهندسية دي مجمعة في داخلتها شوية إدارات. أنا بطبق القانون والعقد. العقد أنت وقعت مع جهة عسكرية، يبقى لابد تلتزم بتوقيت، مواصفات، جودة. ليه؟ المشروع اللي بيتم اللي هو فيه مثلا 100 عمارة، بيبقى اللي بيشرف عليه ما لا يقل عن 50-60 واحد من القوات المسلحة. والباقي نعم؟ لا، في قيادة طبعا، ضباط لازم تبقى فاهمة، وهناك جنود وصف ضباط. ضابط مهندس ولا ضابط؟ لا، مهندس طبعا، كلهم مهندسين، حتى المجندين مهندسين. قطاع الجنود اللي موجود مهندسين. عادة اللي ما يعمل في حرفته، يعني الحرفة بتاعته، أنا اللي بقوم بالمهمة، فبجيب الرجالة بتاعتي العمالة العادية اللي هي التدريب المهني والكلام الجميل اللي هو أحمد بيه. أفادك الله كما أفدتنا. هنطلع فاصل صغير وهنرجع معانا الدكتور مصطفى إن شاء الله، إن شاء الله في وجود أحمد بيه إن شاء الله. أهلا بيه.